مرحبا بكل متابعين قناة كوك تي في على اليوتيوب. اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد وخبر جديد. انا اياد ورجعنا لكم بفيديو جديد. اول شيء لا تنسوا تشتركوا بالقناة بالضغط على زر الاشتراك تحت، وكمان لا تنسوا تضغط على زر اللايك مشان تشجعونا على التنزيل الاكثر وما تفوتوا ولا خبر من اخبار اليوتيوب. خبر اليوم انتشر بطريقة كتير كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة على تطبيق تويتر، حيث شارك الناس هاشتاغ دايلر يعذب قطته بشكل كتير كبير، وانتشر هذا الهاشتاغ على كل مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات قليلة. فالناس صارت تشارك صور ساخرة وصور معبرة وصور حزينة وصور كمان مهاجمة لدايلر وللشي اللي عمله. أول شيء دايلر ما عمل ولا شيء، هذا أول شيء يمكن أنه بنقوله. فكل هذا الخبر كان عبارة عن إشاعة على مواقع التواصل الاجتماعي، في ناس صدقت وصارت تشارك هذا الهاشتاج على أنهم هم مصدقين هذا الشيء وبيهاجموا دايلر، وفي ناس تانيين ما صدقت هذا الموضوع وصارت تشارك هذا الهاشتاج دفاعا عن دايلر، وفي ناس ظلت بالنص وصارت عم تشارك صور ساخرة وفيديوهات ساخرة لا دايلر. فدايلر تكلم عن هذا الموضوع بهالستوريهات، يسوي هالأشياء ويزرع هالأفكار براس الناس. It is sick. واللي يسوي الأشياء إنسان مريض. How could you يا الله خلاص ما أقدر جد والله تعبت منكم. أنا تعبت من الناس اللي موجودين على هالكوكب. يجولك بعض الفاشينيستاز اللي يتكلموا عن الموضوع، لا تعرفني ولا اعرفها، ومسويه متفلسفه وتقول oh my god what the hell is so disgusting، كيف a little kid is doing all that. يعني مره متوحش. بليز طلع القطوه من المايكرويف يتحول ناجتس. بليز استهبال هو. اذا ما تعرفين اوكي تعالي كلميني خاص قولي سويته غلط، ما يحتاج تنزلين ستوريز عشان publicity، عشان انا تكلمت عن دايلر ابغى دايلر يتكلم عني، حتى ما اتشرف اقول اسمك في سناب شات. فكل هذا الموضوع كان عباره عن مقطع بسيط لدايلر كتير قديم كان عم يشارك يومياته من خلال الفلوجات تبعه. فكان هذا المقطع تحديدا عباره عن مسحه من دايلر، انه دايلر حط القطعه بالمايكروويف، فكان عباره عن مزحة فقط مو حقيقة. فدايلر ما عذب قطة ولا عذب حيوان ثاني، وما صور انه عذب حيوان، ما صور هذا الشيء، فكان عبارة عن وضع كوميدي واشياء هيك بسيطة. كل الناس بتغلط وكل الناس بتشارك اشياء غلط، بس ما بتعرف هي شو ممكن النتائج اللي تصير. سلام امزح معك بالله شو امزح معك حطها بالكريم يتغير حظ الزر. فدايلر شارك هالستوريهات وجاوب المرة الثانية والمرة الأخيرة بهالستوري. صباح الخير، شو الأخبار، شو مسوين؟ بتكلم عن الموضوع المرة الأخيرة وبعدين خلاص بقفل الموضوع. موضوع القطوة والمقطع ومدري إيش، وصدق الفكرة كلها غلط، مع أن إني ما حطيت القطوة صدق بالمايكرويف، والمقطع كله كان تركيب ومدري إيش، والمقاطع اللي بتويتر اللي ناس تقلدني كأن المقطع مو مأخوذ من يوتيوب. المهم نمشي الموضوع، الفكرة غلط. كنت بفترة أنزل أي شيء تنزيل يومي، عمري 18 بغلط مرة كثير، وبتشوفون راح أغلط غلطات أخيس من كذا على نكتة غبية. عموما أنا أحب حيواناتي، مستحيل أكون أبيوسف مع الأنيمالز، كانت نكتة شوي دارك هيومر وأتأسف على هذا الشيء وبس. فهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا واستفدتوا كمان وأخذتوا معلومات بسيطة عن الموضوع اللي عم بيصير. فأنا إياد من قناة كوك تي في على اليوتيوب، بحبكم كتير وشوفكم وين بالفيديو الجاي. باي باي. وهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا تضغطوا على زر السبسكرايب لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول، وزر اللايك لتشجيعنا على تنزيل الأكثر.